احتجت يوت اليوم طردان قالوا لازم معنا قالوا دخل التطبيق خذوا معنا دخلت التطبيق التطبيق كله خربان شكلي بجرب اتصال اول يوم صار الثاني وشو؟ أحس لو أنا لو عندي فلوس وايد والله أنا بصير عندي سيارات وايد. لا والله. جمعين ونطلع كم. لا عاد لو معي فلوس بصير كل شيء سيارة له فايدة يعني شخصي. مثلاً والله. ما أدري يعني أحس واحدة من كل العائلة يعني. والله أنا بطلع بزحمات. أخذ صغيرة مرة. اللي اي انا اقول لك كذا سيب مثلا بي كبير مره هذا لو بغينا نسافر خط ديتسن او شاس في نيسان عدد صار عندي احساس كذا ودي اسوق غير عادي هذا المقاضي اي او تحميل كذا هذا يصير عندي واحد طبعا احلى شيء تسويه اذا صرت فعلا ما انت بحول اهلك ما ينصح تسوي حول اهلك لانه كاي سياره بتصير عندك زايده والله انا ومرتي نبي نسافر عطنا انا بروح اشيل اغراض عطنا